تعيش معي في طبيعي. كيف؟ ما رخيتيش ولا حكمك حمار الليل ولا؟ طار عليا النوم. حلمت حلمة. خير إن شاء الله. طقطل بالضحك. والله. أنا ثاني طار عليا النعاس يا سكينة، تعرفي بديت ننقلب من والو ما بديتش نرقد خلاص. فاجيني شوية فاجيني. أحكي لي أحكي لي. أو يا جمعي. نحلم بيك لابسك كلك باللبيف. هذه الضحك هذه سكينة. استنى أنا كملت يا أخي الحكاية ما كملتش. أنا ما شفتكش أنت من الأول. شفت قاعدة. شفتي قاعدة في المنام. تعرفي لو كانت تسمع بيك الهوارية يا سكينة. إيه والأغرب من هذا نحلم بأرزقي قام بكري مشى يخدم رزقي يخدم سبب قاعدة تسرق غير في المنام هذا والله مشي قلتي لي أنا كنت لابس الأبيض ومن بعد كيفاش طلع في الأسانسور طلع الأسانسور هذه مليحة في الشباب هذا معناتها راح تطلع بيا شال أما ريتك واقف هكا تعمل لي باي باي هاي شو معناتها هذه باي باي ونهار جمعة ونص الليل 12 تاع الليل نقول لك باي باي بالجمعة هذه يا سكينة مانيش سايب لها تفسير وما ماركيتيش أبابري وين كنت رايح مع هذه الجماعة هذو مجميعة كلهم لابسين بالأبيض ومشيهم هكا للجامع المنام هذا راهو باين زعما يعني فهمتوا سكينة شباخي تعرفي واش معناتها ها معناتها رانا نحن نخرج في القرعة تاع الحج ان شاء الله خاطر الجماعة لابسين الأبيض ورايحين بالجمعة معناتها مكة كيما بشرتيني ربي يبشرك بالخير يا سكينة هامي لا لا يحرم منها مؤمن ان شاء الله ان شاء الله 12 تاع الليل بالك تكون الطيارة دارت روتار ها طيارة لو لو بسم الله الرحمن الرحيم يا قادة يا قادة قهوتي مازال ما شربتهاش يا محمد واش قادة واش بسم الله الرحمن الرحيم مو لقيت لك حل هذا منين هذا ثاني ولا القطة وين دقدق ولا واش صباح الخير أمي جمعي صباح الخير وليدي لقيت لك حل هذا ومعاك لا لا مش معايا شفته بصح ما حبيتش ندور ماشي مليح تشوف قطك حل سيرته مع الصباح تقدر تعيط لأرسطو أتحوس على وليدي رزقي وليدي في الحقيقة راه راقد وعمره ما نض هذا الوقت ومملو كان ينوض باش ينقلب للجهة الأخرى خاطر عندي وليدي يتفنن في الرقاد بصح معليش على كل حال اون كاينوض شكون نقول له؟ قول له افلاطون صاحبك كيفاش افكارتون صاحبك افلاطون يا جماعة افلاطون انا في الحقيقة يسموني سحنون الله يبارك الله يبارك خير الناس الله يسلمك وتقدر تفهم لي يعني علاش راك تحوس على وليدي رزقي؟ انا وليدك رانا رايحين نغيروا الكون انتوما شكون؟ حنا اللي رانا رافدين الكرة الأرضية على كتفنا. الله يبارك. ماذا ربك نزلقوا لكم ولا نطيحوا. شدونا مليح وليدي شدونا مليح. الله يبارك. أوراقد. أوراقد عمره ما نضى ذا الوقت أنا نحاير كيفاش تحوست عليها هكذا. قل له ما فائدة أن تنام وتحت سريرك موت أبدي. ويليام شكسبير هو اللي قالها. يقول له هذا الكلام يجيب الخف الموت معليش دوك نشوف معي ما بالك نوضو ولا ناض راه يتسمى ايفانمو دقيقة ما تخافش عمي جمعي هكذا يجلس الفلاسفة شفت وليدي مليحة النوضة تاع بكري
ايه يا ماما لو موند ابارتيان ا سو اللي نوضوا بكري قبل ال 11. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير بنتي. صباح الخير. صباح الخير وليدي. صباح الخير. الله 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 الله. يا سيدي مانيش مأمن عيني يا هذي تكون كاينه كاجت فينا في الحومه وقيلا كاش حمار مات. بابا راك عارف اللي يسقيها ورايا يضربوا الهواء بنتي. خوك غمل تصوف في الدار هذا. وليدي وجد لك الماكله تدي معاك الخدمه. انت ندي الماكله معايا الخدمه. كاين كلش تما كاين روستورون كاين كلش. اسمحوا لي شي دقيقه. راك خدام. المعدم تاعك يعرفك على بالو ارسطوط ونورمال مازال راني في التست. ايه بصح التست لازم كاع الناس كي تبدا تخدم يديروا لها التست باش يشوفوا الى يشد الى ما يشدش الى بكري الى ما نردش بكري الى سيريو الى انا اللي داير لهم التست اسكو ولوني ولا ما يولونيش. تما اذا ما عجبوكش تبطلهم. جامي شفتو سبعة تاع الصباح مليح هكذا كي تشوفك سبعة ربي يقدرك وليدي ان شاء الله او يحوس عليك صاحبك سحنون. ها صاحبك افلاطون. اه روح يا وليدي ربي يقدرك ان شاء الله ربي يفتح عليك ربي ان شاء الله ينورها في طريقك يا رب امين. بصح هي الدعاوي ولو بيستون. انا 25 سنه ملي رانا 10 جامي دعيتي لي بالخير. اش معي راني ندير له هكذا غير باش ما يبطلش الخدمه فهمت؟ بصح ما معنى ثاني كما ذبيا لو كنت تدعي لي كل صباح. طلعي لي شويه المورال باسكو انا ثاني بديت نكره الطاكسي كيش راني نحبس هذه الخدمه هذه. خلاص اسيدي. روح يا جماعه ربي ان شاء الله يهنيك ويعطيك ما تتمنى. امين. وربي ان شاء الله لا يوري لك حاجه كحله في طريقك يا رب. شنو نتيتك كحله هذه؟ يعني ديما ضاويه في طريقك ديما منوره. كل شيء مليح. ميرسي. هاي خلاص هاي هاي كملت قهوتك هاي روح للطونوبيل سناني. ايوا باش فالك انت الصحة بنتي الله يطول عمرك. انت تحسرك شوية مليح. هاوني مليح. واش هادي تاني جاتكم مغربة؟ سارة عرفتي على خوك ثقيل عليه. اه شو ذاك البيزاج الله يبارك. اني نتمتع يا رزقي وليدي. اه صافا؟ صافا طريبلي روعة. حياتني يا بابا. ها شان نحب الملوك. هيا شوف تقول طلع على قلبي انا حب الملوك نموت عليه. اه ستوب هدايا واحد ما يتوشاه. هذا جايبو سبيسيالمون يما حتى وصلتني عليه وغالي. صح يا عيني على الرجال كي تخدم. انت هوني وانا نفرقص عليك. مصباح وانا قاعد هنا. تعرفي جابك ربي في وقتك. على بالك المنام تاعك او بدا يتحقق. كيفي؟ اليوم قاعده صبح كي رحت في الطاكسي انا ما كانش راح وحده. ديجا هذا راني تهنيت منه. وزيد رزقي فريمون بدا يخدم. اليوم الدار كامل فرحانه. الحمد لله. تما مازالت لي غير تاع لاسونسور. هذه ان شاء الله تجي. ومازالت لي تاع باي باي هذيك. وهذه راني سور حج. ان شاء الله. ان شاء الله بربي. اما جمعي خويا فما حاجه نسيت ما قلتها لك شراو في المني. راك في الطياره. اللي طياره اللي. ما باش. احلبت بقطوسه كحل. قط كحل. نو هذه واش معناتها؟ شنو واش معناتها؟ قط اسود نذير شأن. عطري بالعربية يعني فسريها فسريها. يا وخي القطوس الكحل مش مليح في المني من اللطف. بعيد الشر بعيد الشر. معناها واحد يستنى في قضاء ربي ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. واللطف اللطف اللطف قطوس الكحل يجيب كل مصايب. يا ويلو اللي صبح عليه شر وان شاء الله بعيد عليه. لباسة؟ شوية سكر بك. لطف على خويا. نورمال نورمال شكرا. مشيش تطلع أنت شفت القطوس وما تحبش تقول. شفت القطوس قري.
كري كري نورمالمون كري. سكينة حبيت نسقسك، كي كنت نقول لك باي باي انا في المنام كنت لابس بيض، ما ركيتيش حاجه مورايا كشغل الجبل هكذا؟ جبل عرفه، جبل عرفه. لي عرفه لي ما نكذبش، اما حاجه هكا حاجه مكومه تقول جبل نتاع تراب، هكا تراب كله. عرفه نورمالمون عرفه. شو تحس في روحك؟ ريبيا. هذه اختو مسكينه نامتو في المنام زعما هو شاف قط كحل. سكينه؟ لا لا مسكينه، اختو بوج مع صاحبي. واش سكينه؟ خلاص خلاص فهمت. قول صاحبك هذا ما كان له يخاف، ما يدير والو في باله، ما عنده حتى معنى كي واحد يحلم بقط كحل. فهم؟ قلت له يا بوج مع صاحبي ما تقلقش، انا عندي المره تاعي بسيكولوج، كرون بسيكولوج. قلت له تقدر تريقلي لك هذا البروبليم هذا في رمشه عين. وشنو هو؟ في حالة ما إذا شاف هذا القط الكحل صح عند واقف يعني عند عتبة الباب تاع الدار، ثم يقدر يدخل الوسواس، يعني يقدر يتوسوس. هكذا حكيت لي يما، وهكذا يحكيو ناس بكري، الله أعلم. بس ما تنساش تقول هذا صاحبك بجمعة. بجمعة إيه، يقول له يجري على روحه ويداوي. بعد نديني فولي لي ونقول حوايجي الابيض، حوايجي ايه الابيض نضاف مغسولين على بالي نضاف. غدوه سطقيهم. سطقيهم حسنات. خلاص ماشي مشكل. واش كان جمعي جايبني في وسط الليل؟ غير خير. لا لا غير خير. تعرف ما قدرش نرقد بلا ما نعطيك هذه العبايه. هذه جابها لي الطاهر من عمره، جاتني شويه قصيره، جيت في بالي كنت ما يديها غير قاده جاري باش نهار الجمعه ان شاء الله تصلي بها معايا الجمعه. الله يسلمك، الله يكثر خيرك يا جمعي اخويا. بلاش الله يوفيك، الله يرحم والديك. والدينا والديك. دقيقه قاده، حبيت نسقسيك في الحقيقه. سقسي بصح ما تطولش. اليوم الصباح انا سنيتك في الطاكسي، قعدت نستنى دوك يجي، شتك ما جيتش، علاش راك زعفان عليا؟ خلاص راني فريتها، راني راح فطرولي. ما قلتلكش فطرولي خير على بالك، يحطك عند الباب تاع الخدمه. تروح فطرولي؟ علاش قاده؟ انا كاش نهار قلت لي حطني قدام باب الخدمه وما حطيتكش. يا خويا جمعي الله يرحم والديك، اش تيقدني تاكل عليك؟ وغدوه لا قدر الله. ها؟ ليه انت غادي تعيش لي بدل جمعي خويا؟ صافي الساعه راني مازلت حي. نديك اليوم ونديك غدوه وغير غدوه، راك جاري سبحان الله، الا ما طاليتش فيك كيفاش؟ ها؟ تحرمني من الحسنات. فطرولي راهم يدونا بار فاسيليتي، رانا نحطوا 100 فرق في النهار. على بالك الجمعي كي نجمعوا التيكيات ندفعهم من لاسيرونس ونبورسوني. يا قاعد انا على البليس، انا معايا ماشي كيف كيف، انا معايا ما تخلص ما ترومبوس. وزيد الطاكسي راني سقمتها في خاطرك على بالك، فيها درت لها الكليماتيزور، اي واحد البروده لداخل ما نحكيلكش، وزيد درت ايكرون صغير تاع تيليفزيون، وجبت الافلام تاع الهند على بالي تحب تاع الهند. لا تاي وكاين الكاوكا والجوز البندق. بصح اسمح لي يا جمعي ما نقدرش. الانسان يروح بقدره، راك عارف الى انسان روح لخدمته يروح براسه مرفوعه. يا جمعي خويا شنو هكذا؟ علاش انا راني ندير لك راسك في لامال؟ ما شفتش الجمعي؟ مشي انت قلت كون تقول لي بلي ودي لك الانسان يصرف على روحه؟ هيا رانا نصرفوا على روحنا. قلتها لك صح. بصح حتى ما فهمتش قصدي. انا ما قلتها لكش باش تروح تقصبي دراهمك في الهواء. نقول لك صح قاده، 100 فراك بزاف عليك. اسمح لي جمعي ما نقدرش. شفع عليها مليح مليح. انا قلتها لك في الحياه. وغدوه كي نموت ما تقولش بلي الجمعي راهو قال لي روح معايا في الطاكسي باطل، وانا خليتها له هكاك رايحه في خاطره في قبره. بعيد شر عليك يا الجمعي، بعيد شر عليك، اش تا وصلنا للموت؟ كاش نهار يكون عندي شي وقت نجي معاك. ياه؟ نتفكروا الايام ونروحوا مع بعض. كي يكون عندك الوقت. ان شاء الله. تصبح بخير يا جمعي. ان شاء الله.
جمعي. أبا حنا يوخي بجعتك. بسم الله عليك، ما كانش قصدي. ماشي غير خلعتيني يا أختي، ماشي غير خلعتيني. على بالك راني نحس روحي شغل قريب قتلتيني قبل الوقت. اللطف قولي لي أختي، كاش منامة بالك شفتيها تفرح تفاصيل منامة اللي فاتت؟ ما عادش باش نحلم، حتى كان نحلم ما عادش نحكي لك يا وخي. والقتلك حل هذاك اللي شفتيه في المنام، مره ماركيتيش بالك فيه طاشة صغيرة بيضة هكذا باريكزوم من جاتو تعالى؟ وعلى هالقد وصلك حال يا ليتني ما حكيت لك عليه. ريت الليل هو أكحل كل ليل. بصح الليل فيها النجوم يا وخي. القطوس هذا بلا نجوم انا اش نعمل له يا سيدي خويا؟ والو تما كحل خلاص، كحل. شو نقول لك صح اختي، انا راني مخبيت عليك. فوالا القط اللي شفته ماشي رمادي كيما قلت لك. وا القط اللي شفته كحل 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 فوالا، كحل توت نوار كوربو. ما قلت لي خير يا وخي؟ يا لطيف ان شاء الله شره وبعيد. وكي شفتيني لابس الابيض هكذاك زعما ونقول لكم باي باي، ايه تعرف اش معناتها؟ اش معناتها؟ معناتها راني رايحه نقول لكم باي باي تاع الصح. زيني عاد ما تخلويه هالحكايه اللي تحكي فيها. اوه لطف بعيد الشر، لطف عليك من الموت يا وخي. انا بالي هذه المره راني راح ندير كورسة عليه صخره وتور. اش تحكي قدامي هكا؟ حممت لي قلبي. علي يا وخي تمشي تخليني وحدي؟ انت ثاني ما عندكش قاع الزهر على بالك. تلاقيت بيك تلاقيت بيك من مش بعتكش انا راح نموت من ليش عني جر عليه وخيخي تمشي قبل ما انا ناخو راجل ونفرح عليه. عليه انا كنت حط عيني زعما على بيدرو، قلت اختي تتزوج مع بيدرو على خاطر شعل وانا عايش في هذا الدار ما صح لي والو على بالك. قلت بالك اختي مع بيدرو، بيدرو تحبو خوخا تكتب لها اسم الدار عليها. مالي نعرف اختي جي دوكات على بالي تسلكي راسك تقلبي عليهم كامل الدار. أكيد تشوفي الله غالب. جمعي خويا حطينا زاد حاطة عيني على بيدرو راهو، أما ما حبيتش نقول. تسمى حط عينك على بيدرو بلا ما تقولي لي، أنا على خبر. هكذا ساكنة؟ يا خي تمشي وتخليني وتخلي عليا فراغ. راكم كامل لهنا؟ اي سيدي خويا لميتهم الكل، حتى بيدرو العزيز جاي من اخر الدنيا. ملا ماذا بيا تسمعوني مليح مش راح نقول لكم، بس كل جمع يجمعكم بالجمعه باش يجمع معاكم جميع. راني قررت باش نخرج كاع واش كاين في قلبي، مش حاب نروح وندي معايا الذنوب. منك رايح الخارج؟ الخارج؟ أنا رايح الخارج تاع الخارج يا وليدي. أوه وكيفاش دبرت الفيزا جمعي؟ واش شريتها؟ شحال خلصتها؟ وراني رايح ما فيهاش الفيزا بيدرو. وجست موكي نطقت جابك ربي. باسكو تا بيدرو في الحقيقة جامي جامي جيتني على الكوست. ودوك نقول لك علاش، باسكو راني شافي كي جيت نخطبك في مريم ما عجبكش الحال. سي نورمال جيت تخطب بالبليغه. بيدرو اسكت، جمعي اكبر منك. بالتك خوخ خوخ، على بالك راني حاير. انا حاير كيفاش انت عندك 85 سنه والقط لك حال ما شافكش. تسمى عور القطة هذا يشافني غير أنا، بس كون نورمال مو يجي ليك على بالك. صح سمحي لي يا أخوخ، يعني نقولها لك تي وجهك قبل ما بنادم يغمض عينه. نكرهك نكرهك نكرهك. اسمع قاضي العجوز، شوف هنايا بزاف هاك قرعت على جمعي. أوه كلش كلش غير العجوز. اسمعي احكمي احكمي راجلك زقي عليا ولا ما شعرف أنا. جمعي واش بيك؟ واش دارت لك يما مسكينة؟ ما عنديش الوقت انا باش نفهمك انا. اهدر واش كاين؟ مريم نقول لك باللي سمحي لي. ايه سمح بصح واش درت؟ على بالي باللي ظلمتك مريم، بيسك تي بسيكولوج تقدري تخدمي مليون راكي مسرعه.
ملح بيها درك سارة. نعم بنتي ديري لي اخر انسولين. اي بصح بابا لازم تصبر، على بالك بقات لك وحده ديرها 12 ونص. 12 ونص تعالي نقول لك. ماشي جمعي يفهمنا واش بيه. يا جماعه بابا صلا فهمنا. يلا هاي نهضروا. سكينه نعم يا خي في المنام شفتيني هكذا لابسه ابيض، بصح مانيش عارف اذا قلت لكم باي باي بلا دروات ولا بلا كوش. يا بخي انتي تو ماكش لابس الابيض، لابس بيجامه زرقاء. انا راني لابس بيجامه زرقاء. ما مشي يشوفوا فيا مساكن قلا وتاي باي. ايه الزي متاع باي شطية. باي جمعي يجي قام شبيك الجمعي تهلاو في رواحكم. يا لطيف يا ربي عليك. فيدرو واش راك قادر؟ راك لاباس؟ الحمد لله. اسمحوا لي اسمحوا لي، راني عارف باللي ديرونجيتكم. الخبر اللي سمعته من الفرحه ما قديش نرقد. خممت 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 وقلت على بالي ما يليقليش نفرح غير وحدي، ندخل معايا جمعي ثاني شويه. ها قولوا لي مبروك. مبروك. الله يبارك فيكم الجمعي. كي سمعت الخبر اللي خممتيه الاول هو انت. قلت لروحي قلب المؤمن ما يكون حقودي. سامح خوك. اسمح. العبايه هذه اللي طاهري جمعي ربحت عليها. قولوا لي مبروك. 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 اخرج في القرعه. راني رايح للحج. البلاصه الاخرى انا ديتها وشعره يديها واحد. قالوا لي طاكسيور. درنا قرعه غير احنا. انا ديتها. خاطر. تروح للحج يدك تبربي. هيا باي باي. باي باي. سكينة. نعم. وش هذا؟ يا خينا حلمت حلمة حكيتها لك من عرش. انتي دوكا وش نمتي قاعدة ولا نمتي نينا؟ حلمت بقعدة وحلمت بالقطوس لك. هذا هو راني بديت نفهم تفسير الحقيقي تاع المنام تاعك سكينة. بس كل قتلك حل وقعدة والعباية البيضة اللي طيتها له هي اللي كانت له سبة باش خرج في القرعة بارح الحج. وهذا قاعد توسويس تاعي حوايجي الأبيض قاعد صدقته. صحيح. شفتي التوسويس واش يدير؟ على ما فهمناهش من قبل الحكايه هذي. على باليش انا حتى الضوكا باش توضحت لي الرؤيه مليح. والتاكسيور اللي هضر عليه سير مونايا كان خليت عبايتي عندي، ماشي دوك لوك راني في نعمه. باهي والقطوس لك حلو فهمناه. ولاسانسور والرابع طاق شنو هذيك؟ لاسانسور هذيك هي السهله كاع. على ما شفتيش الحاله اللي كنت فيها قبيل. لاسانسور ربع طبقات صافي دير 4 غرامات تاع السكر اللي كان طالع لي. عبك باللي كنت ما كنتش نشوف فيكم كاع انا. تسمى دوك انا نطلع نركض. دوك نقول لكم باي باي ماشي كيما تاع قبيلات. هذيك تسمى خرافه. راح نقول لكم باي باي تاع غدوه ان شاء الله. هيا باي باي. باي باي. سيبتي. ما تزيديش تربي نسيبك بالي بيض. كان ما جبتي وحدك حل. خوخ. على بالي بلي راكي مازلتي زعفانه عليا.
على بالك البارح في المنام نمت روحي نحبك بالبزاف. ها تشربي مياه بصراحة. هاي بصحتك شربي.